مرحبا بكم مشاهدينا في تغطيتنا الخاصة بشأن انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام وسط رفض من قبل المتظاهرين محاولة قادة الأحزاب الالتفاف على أهداف انتفاضة تشرين عبر طرح مبادرات لإقالة حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة. ولمناقشة محاور تغطيتنا سيكون ضيفنا داخل الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله. حياك الله. وأيضا سيكون معنا من بغداد عبر الهاتف الناشط المدني عادل حاتم. مرحبا بضيوفنا الكرام. وقبل البدء بمناقشة آخر التطورات نتابع وإياكم هذا التقرير. وكأنهم لم يفهموا رسالة المتظاهرين، أو لعلهم فهموها وتجاهلوها، لاجئين إلى توليفة جديدة تشكل من منظومة الفساد نفسها في محاولة لاحتواء الحراك وتخدير الشعب مرة أخرى. الكتل النافذة وعلى رأسها تحالفا الفتح وسائرون ممثلين بمقتدى الصدر وهادي العامري يتحركان للإطاحة برئيس الحكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة. هذا الحراك السياسي جاء بعد أن اتضحت ملامح انتفاضة تشرين ونضجت مطالبها ووصلت إلى طريق لا عودة، إلا بتغيير جذري يشمل إسقاط منظومة الحكم شكلاً ومضموناً. تقديم عبد المهدي قرباناً لمذبح العملية السياسية لم يعد يجدي نفعاً ولن يوقف الحراك، إذ أن مصائب العراقيين لا تقتصر على الحكومة الأخيرة، فساد متراكم منذ 16 عاماً شاركت به كل الأحزاب التي تبدل أسماءها وشعاراتها وتقفز من مركب إلى آخر لتضمن استمرارها في حكم البلاد. التظاهرات الحالية ليست احتجاجات من أجل مطالب ترفع إلى جهة معينة، والشعب غير معني إن سمعها مقتدى الصدر وهادي العامري أو لم يسمعوها. أي حراك سياسي للالتفاف على الانتفاضة محكوم عليه بالفشل قبل اكتماله، لأن المعضلة الكبرى في العراق تكمن في ثلاث ركائز كما يرى مراقبون: الاحتلال الإيراني والأمريكي ونظام المحاصصة والأرضية السياسية. وبدون إزالة هذه الركائز سيبقى واقع العراق كما هو الآن. الظرف الزمني والسياسي لانتفاضة تشرين جعلها عصارة الحراك الشعبي العراقي ضد السلطة، وجعل مطالبها ملخصة لجميع الحلول. لذلك نادى المتظاهرون بإسقاط النظام لا إسقاط الحكومة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أهلا بك أستاذ نظير. أبدأ معك على الرغم من التهديدات الحكومية المتواصلة والمجازر وفرض حظر التجوال، إلا أن التظاهرات تتوسع بشكل يومي وعلى كافة الصعد وفي كل شرائح المجتمع العراقي. هل تتوقعون بعد الوصول إلى هذه النقطة أن تتمكن السلطة من إخماد الحراك الشعبي؟ يعني أنا أرى أن النظام الحالي في العراق لم تبقى وسيلة لقمع الجماهير المتظاهرة، لم يستخدمها. هو استخدم البطش، استخدم الاختطاف، استخدم محاولة اختطاف الصحفيين والناشطين وقتلهم، وكل هذا لم يفت بعض المتظاهرين، بل العكس هو الذي حدث. ازدادت أعدادهم وازدادت المساحة التي يتظاهرون فيها، بل دخلت شرائح مجتمعية جديدة على خط التظاهرات، مما يشكل خطر كبير جدا حول هذا الموضوع. موضوع دخول شريحة الطلبة والشريحة المثقفة في هذا الحراك يدلل على أن هذا المسار لديه مصداقية، لديه أحقية، بل الآن الأم هي التي تدفع أبنائها
أهل التظاهر، والمدرس هو الذي يدفع طلابه للتظاهر، هذا يدلل على أن هذه ليست مظاهرات مطلبية، إنما هي هبة جماهيرية شملت كل الشعب العراقي لإيجاد حالة جديدة للعراق بعد ما يعني استمرنا مدة 16 سنة في حالة من الهوان وفي حالة من التردي وحالة من انعدام الأمن وانسداد الأفق وفقدان الأمل بالنسبة للشعب العراقي، فلا بد من يعني نهاية لهذا الأمر. وأنا أعتقد أن كل الوسائل الآن التي تستعملها الآن جديدا النظام بالخدع السياسية، كون أنه سنغير الحكومة أو أنه إقالة وزير أو نائب يستقيل، هذه ليست مطالب الجماهير. هذا مطالب الجماهير الآن في الخبر العاجل الذي ورد إلينا عن طريق اللجان المنظمة للتظاهرات الشعبية أو انتفاضة تشرين، مطلب الشعب العراقي الرئيس تشكيل حكومة إنقاذ وطني بعيدة عن قوى العملية السياسية. هذا يعني طبعا هذا الكلام كان يقوله حتى الطفل بالشارع وكل الشباب المتظاهرين يقوله، والآن تم صياغته في نقاط محددة. هو يعني هذه العملية السياسية برمتها هي يجب أن تغير، هي غير قابلة للإصلاح، من ضمنها يعني رئاسة الجمهورية أو الوزراء أو حتى البرلمان وحتى الدستور، ويجب أن يحظر على هذه الأحزاب ممارسة العمل السياسي مرة أخرى، ويقدم كل من تورط في سفك دماء أو سرقة مال يعني عام يجب أن يقدم إلى المحكمة ويأخذ جزاته العادل، وإلا فلا تغيير سيحصل. وهذه الآن الحركة التي يقوم بها هادي العامري ومقتدى الصدر، هذه ربما يلهون أنفسهم بها وليس الشعب العراقي. الشعب العراقي مستمر في تظاهراته وفي انتفاضته إلى أن يكون هناك تغيير حقيقي للنظام في العراق. لكن شركاء العملية السياسية ما زالوا يراهنون، أو هل تعتقد أنهم ما زالوا يراهنون على هذا المنعطف التاريخي في العراق وما راهنوا عليه سابقا، وهو التضليل، الخداع، نتيجة يعني سياساتهم الخاطئة التي قاموا بها منذ عام 2003 إلى هذه اللحظة؟ هل تعتقد أنهم قادرون على الخروج من هذا المأزق، وهل لهم حظوظ للإفلات؟ أنا أرى أنهم واهمون، وهم كانوا يعتقدون بأن كل الأعمال التي فعلوها اتجاه الشعب العراقي ربما ستغيب العقل الجمعي للشعب العراقي وتغيب وعيه وتغيب معرفة مصالحه. كانوا يعتقدون أن انتشار المخدرات بين الشباب سوف يلهيهم عن المطالبة بحقوقهم وحقوق وطنهم. كانوا يعتقدون أن التردي التعليمي سيجعل الناس منكفئة ولا تهتم إلا بلقمة العيش. كانوا يعتقدون كل هذه المساوئ وهذا القتل وهذه الطائفية. كان هناك شحن طائفي بحيث أنهم يعتقدون أنهم استطاعوا تمزيق الشعب العراقي، لكن العكس هو الذي حدث. الشاب الذي كان يعتقدون أنه سيغيب بالمخدرات الآن هو أوعى من أكبر مسؤول موجود في المنطقة الخضراء، يعرف السياسة ويعرف ما يريد ويعرف ماذا يريد أن يبني لمستقبله. والطائفية التي كانوا يراهنون عليها ويعني يجمعون جماهيرهم من أجلها، الآن نحن يعني دخلنا يعني في نهاية هذا الشهر لم نسمع شعار طائفي واحد. الجماهير سنة وشيعة يخرجون، بل كرد وطوائف مسيحية وغيرها كلهم خرجوا بهوية واحدة هي الهوية العراقية. بمعنى أنها 16 سنة من هذا الخراب الذي فعل النظام بتمزيق المجتمع العراقي لم يفلح، لذلك هؤلاء هم الآن في حال الحرجة. هم ربما يعني نستطيع أن نقول هم في الوقت المنتهي، سوف تطوى صفحة هذا النظام، لابد يعني من هذا. ربما سيكون التغيير قريبا، أنا ما أراه يعني لائحا بالأفق. من يرى وجوه هؤلاء الشباب يرى بأن مستقبل العراق إن شاء الله سيكون زاهر، وإلا بمستوى عمر 15 سنة ومستوى 20 سنة يناقش الحالة السياسية بأفضل من الموجودين بالعملية السياسية، هذا يدلل على وعي كبير عند الشعب العراقي، ويدلل على أن سنكون في مستقبل زاهر إن شاء الله يعني في قابل الأيام. الشعب العراقي يعي أن قوى العملية السياسية شريكة شراكة كاملة بالفساد الذي حصل في العراق، لكن نرى محاولات للبعض منهم بأن يلقي بنفسه داخل خندق الانتفاضة الشعبية.
هل سيخدع الشعب العراقي بهم مرة أخرى؟ يعني أنا في هذا المقام أستعير كلمة للرئيس اليمني السابق، قال علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح نعم. ينادي الشركاء السياسيين لقد فاتكم القطار، وأنا أقولها دائما لهؤلاء السياسيين لقد فاتكم القطار. عندما تريد أن تخدع الجماهير وتدعي أنك أنت من تطالب بحقوقهم وأنت من تتظاهر، هذا الذي يريد أن يتظاهر، وتعرف من أعني، لديه 57 نائب بالبرلمان ولديه 4 وزارات في الحكومة، بل هو من شكل حكومة عادل عبد المهدي ويجعل من نفسه. أنت تتكلم عن مقتدى الصدر. نعم. نعم، يجعل من نفسه قائد الفقراء ونصير المظلومين. هذه الخدع لن تنطلي على الشعب العراقي. الآن بمرجعية الصدر ولا غيرها من المرجعيات لم تعد تعطي نفعها مع الشعب العراقي. الشعب العراقي عارف أين يعني مكمن الخلل في هذا الحال المتردي الذي نعيش فيه. هذه العملية السياسية ومن يدعمها من مرجعيات ومن تدعمها من دول خارجية. الآن الشعارات ليس فقط إسقاط النظام، إنما خروج النفوذ الإيراني المتمثل بالميليشيات وبالأحزاب الموالية له. هذا هو مكمن المقتل في الشعب العراقي. نحن ندفع هذا الثمن بسبب هذه المساوئ، بسبب هذه الأحزاب والميليشيات والنفوذ الإيراني. خامنئي اليوم يخرج علينا ويصف المتظاهرين بالمشاغبين، يقول على الحكومة اللبنانية والعراقية أن تعمل بما بوسعها لمنع هذا الشغب. يقصد هؤلاء الذين خرجوا من أجل شعوبهم وأجل أوطانهم وحريتهم، يسميهم مشاغبين. بل وجه تهديدا مباشرا لهم. نعم، يعني أنا هذا توقعته. نعم، النظام العراقي ربما يعني ترتكب حماقة كبيرة إيران إذا ما رأت أن النظام العراقي على وشك الانهيار. ربما ستدخل قواتها بشكل علني وتقول أن النظام، الحكومة الشرعية في العراق هي من طلبت مساعدتنا للدخول. هذا ما فعلته في سوريا وربما ستفعل في العراق، وحينها ربما ستحدث مجازفة في هذا الموضوع. هذا هو السؤال، إذا ما حدث ذلك هل سيحصل بالشعب العراقي ما قامت به إيران في سوريا؟ أنا أقول أن الشعوب تتعلم من تجارب الشعوب الأخرى، والشعب العراقي قد تعلم من تجربة الشعب السوري، والتجربة السورية سوف لن تتكرر في العراق. نحن يعني الشعب العراقي برمته سيكون ضد هذا الغاز الجديد اللي هو الغزو الإيراني، ويعني أنا أنصح الإيرانيين أن لا تتورطوا في هذا المجال ولا تتدخلوا بشكل مباشر لحماية هذا النظام الذي يريد شعبه أن يغيره. وبنفس الوقت أيضا أهيب بدول العالم والمجتمع الدولي أن يكون له دور. يعني نحن نتعرض إلى تدخل بشكل سافر من إيران الآن عن طريق أذنابها، ولربما بعد أيام بعد أن يوشك النظام أن يسقط ربما تتدخل بشكل مباشر. لذلك يجب أن يكون المجتمع الدولي له دور في هذا الموضوع. يدور حديث عن أن الذي سيخلف عادل عبد المهدي إذا ما استقال سيطلق مرحلة مختلفة من العمل السياسي والبناء إلى الدولة. يعني هل الذي كان جزء من منظومة فساد يستطيع البناء؟ أنا أريد أتساءل سؤال آخر، يا ترى ماذا سيفعل يعني أكثر من الذي كان من الممكن أن يفعل عادل عبد المهدي ومن قبله حيدر ومن قبله المالكي؟ هم من رحم واحدة، هؤلاء أنجبتهم رحم واحدة، لا يخرج إلا فاسد، ولا يخرج من هذه العملية إلا إنسان فاسد، لا يلتفت إلا لمصلحته ولمصلحة وليه. ويعني تعرف ما أقصد، هؤلاء يعني ولاة لإيران، لا يستطيع أن يغير في نظام الحكم أو ما فيه مصلحة للشعب العراقي إلا وتكون مصلحة إيران هي الأولى. لذلك يعني ماذا نتوقع أن يكون؟ أنا لا أريد أن يعني لا أريد أن أتساءل من أي شخصية ستكون بعد عادل عبد المهدي. هم نسخ مطابقة. يعني عادل عبد المهدي ما الذي يختلف به عن حيدر العبادي؟ حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ما الذي يختلفان عن المالكي؟ ربما يختلفان بدرجة السوء. كلما يمر الوقت يعني نرقى إلى رئيس وزراء هو أسوأ، ويعني الحال
منذ بداية الاحتلال السوء فيه يزداد بشكل يعني منحني متصاعد. لذلك يعني لا نتوقع أنه هذه العملية السياسية ستنجب رجال هم قلوبهم على وطنهم، إنما قلوبهم على جيوبهم، قلوبهم على يعني خامنئي وملاليه. هذا اللي هذه الحالة نلاحظ في خطابات الرؤساء الكتل السياسية و الحكومة والوزراء أنهم متخوفون من هذا الحراك الشعبي اليوم بشدة. لماذا لم نجد هذا التخوف لديهم عندما كانت هنالك حراكات شعبية أخرى في زمان مضى؟ وأنا أتكلم عن انتفاضات المحافظة أو يعني تظاهرات المحافظات الست. نعم، هذا سؤال ذكي جدا. أنا أقول لك الآن هم في حالة خوف ورعب شديد. لماذا؟ لأن جميع الحراك الذي حدث في السابق كان إما فئويا أو مطلبيا أو محدد جغرافيا، فكان هناك اعتصامات قاموا بها يعني أهلنا السنة، وهناك كانت يعني تظاهرات في البصرة، وهناك كانت تظاهرات من أجل الماء والكهرباء، بل حتى في كردستان خرجت الجماهير متظاهرة بسبب تردي الحالة الاجتماعية. ولكن هذه لأول مرة جميع الأطياف العراقية تخرج كهبة رجل واحد. لأول مرة لا تكون التظاهرات فيها صبغة طائفية، لأول مرة التظاهرات تخرج وليس فيها صبغة قومية. هذا شيء جديد. الرفض الآن رفض كل الجماهير العراقية، لا نقول سنة ولا شيعة، ولا نقول كرد ولا عرب، ولا مسيحي ولا تركمان، ولا أي مكون من المكونات العراقية. الجميع يخرجون، بل حتى وصل الأمر حتى للأطفال، الأطفال يخرجون. هل تتوقع أهالي يعني الناس أو يعني آباء الأطفال يسمحون لأبنائهم الذين هم في عمر الورود للخروج إلى التظاهر لولا أنهم قد وصلوا إلى مرحلة لا يستطيعون يعني إلا أن يدفع بكل ما يملك وبأعز ما يملك لإيجاد حل وإيجاد تغيير لهذه الحالة؟ الجميع الآن أفراد الشعب العراقي يفكر بأن مستقبل العراق مظلم في ظل هذه الطغمة، ولا هناك أفق للتغيير بشكل قريب. ويعني إلى متى نبقى؟ لابد أن تكون هناك يوم من الأيام يعني نقطة حرجة يقول الشعب العراقي فيها قولته ويقلب الطاولة على كل هؤلاء. انضم إلينا في هذه التغطية من واسط الناشط المدني كاظم بولاد. أهلا ومرحبا بك أستاذ كاظم. أهلا وسهلا بك أستاذ. بداية، هل لك أن تصف لنا الأجواء اليوم لديكم في المحافظة؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأجواء التظاهرات عفوية شعبية سلمية مطلبية من كل فئات الشعب، الأطفال مشاركة، النساء مشاركة، الرجال مشاركة، كبار السن يعني، والأطفال مثل ما تفضل الدمير قبلي أنه الأطفال حتى بعمر الورد كلهم موجودين. يعني حتى أنا عندي أطفال يمكن واحد أربع سنوات يعني متعلق بيه لازم يروح وياه يعني، ويعني على لسانه يعني يردد كلمة الشعب يريد إسقاط النظام. فالجماهير كل يعني البارحة واليوم يعني احنا نتأمل اليوم راح تكون أكثر من الحشود اللي نزلت البارحة. البارحة واحد إذا يجي يباوع على الشارع ويشوف الجماهير اللي موجودة يحس أنه ما ضل إنسان أو المواطن من المواطنين بالبيوت، كلها نزلت بالشارع. يعني حتى السيارات أصبحت كأنه عرز. يعني شارع عندنا شارع النتيج يعني معروف شارع واسع ومسافة يعني طويلة، يعني السيارات غطتها كلها. شارع عندنا الهورة الآخر المقابل من هناك كل الناس تبيش. طيب أستاذ كاظم، يعني بمقابل الشعار الرئيس لانتفاضة تشرين هو الشعب يريد إسقاط النظام، القوات الأمنية في داخل المحافظة كيف كانت أو كيف كان تعاملها مع المتظاهرين؟ للأمانة القوات الأمنية في محافظة واسط موقفها مشرف جدا للأمانة. يعني احنا نتظاهر كمنسقية وكناشطين يعني من 2011 و2015 بذروتها، يعني كانت القوات الأمنية ممتازة لنا وتعرف يعني سلمية المحافظة. وهذا المظاهرات اللي هسه نازلة بالشارع هم نفس الشيء، عرفوا هو ان احنا سلميتنا وابتعدوا عن الطريق يعني وخلونا احنا. طيب هل حصلت حالات عنف او اصابات داخل صفوف المتظاهرين؟ الان
25/10 لا أي إصابات ماكو. طيب. يعني بس 1/10 صارت بالبداية أكو اصطدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية، لأنه كان أكو دفع من المركز، يعني القوات المركزية أو الاتحادية، يعني مو من قائد الشرطة اللي موجود في المحافظة. ماذا عن السلطة المحلية للمحافظة، كيف كانت ردة فعلها أو يعني ردة الفعل لديها على جموع الغفيرة للأهالي في المحافظة وخروجهم يعني بهتافات ضد العملية السياسية؟ حقيقة الآن يعني حكومة محلية ما موجودة، يعني ماكو وجود للحكومة المحلية بالمحافظة، يعني الدوائر كلها مقلقة، يعني اعتصامات، يعني ماكو أي دور ممكن، بس المحافظ أجى، والمحافظ يعني أجى هدد المعتصمين أو المتظاهرين بالبداية، يعني أجى للخيمة وما كان أكو أحد الصبح، هو أجوا هددهم يعني بشيل الخيمة أو يعني احتقالهم، بس كان ردة الجماهير قوية، نزلت يعني بكثافة وإجت يعني قالت اللي يجي خلي يجي هسه يشوف يعني الموجود يعني بالساحة، فهو راح بدل الحديث وبدأ يتودد للمتظاهرين وحاول يعني يعني تقول يعني يتقبل ودهم، يعني يريد يعني يشوف يعني ردة فعلهم، بس كان ردة فعلهم البارحة بالليل الكل بالهتافات ضد المحافظ، وهو يعني حتى راد يعني مجلس المحافظة راد يعني يحاول إلى استثمار وبيته إلى أن يكون يعني متحف وكذا من هالقبيل هذا. ردة الفعل كانت الجميع يعني مطلوب أن يقادر هاي السلطة، يعني ماكو واحد يعني يطلع هو يعني يحاول يقول يعني بس أعضاء مجلس المحافظة هم اللي الشعب ما يريدهم، وهو كذا هم كل حلقة زايدة وهدر للمال العام وما بهم فائدة، وعدوا المواطنين يعني كل الشعب اجت من وعودهم الكاذبة، فماكو بعد مجال إلى بقائهم، يعني ماكو مجال يعني كل الجماهير الصيح الكل التغيير وليس بالإصلاح. نعم، الناشط المدني كاظم بولات كنت معنا من محافظة وسط، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. أعود إليك أستاذ نظير، اليوم كما استمعتم إلى تصريح الخامنئي الذي يصف التظاهرات في العراق ولبنان بأنها أعمال شغب ومؤامرة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، بينما هو يدعم التظاهرات ضد السلطات في البحرين ويدعم الميليشيات في اليمن ويدعم القمع الشعبي في العراق وأيضا في سوريا، كيف ترون هذا التناقض؟ يعني أنا لا أستطيع أن أتصور مدى النفاق الذي يقوم فيه هذا الرجل الأفاق خامنئي ولا نظامه، بحيث أن قبل يومين أو ثلاثة أعتقد ظريف قال نحن نشعر بالأسف لهذه التظاهرات، بالرغم من أن من يقود عمليات قمع هؤلاء المتظاهرين خلية أمنية على رأسها قاسم سليماني الذي هو أحد جنرالات جيش يعني القدس. نعم. يعني هذا النفاق إلى متى تعتقدون أنكم تستطيعون خداع الشعوب؟ تؤيد التظاهرة على الإمارات في البحرين، وبنفس الوقت أنت ضد التظاهرات في العراق ولبنان، لماذا؟ لأنها لا تصب في مصلحتك. هذا نفاق، يعني نفاق سياسي، نفاق اجتماعي، يعني كيف تقوله؟ ولا يعني الآن بضاعتكم أصبحت يعني كاسدة ولا تستقبلها الشعوب، استطعتم خداع ربما فئات بسيطة من الشعوب العربية باسم المذهب وباسم الإسلام، وتصورت الشعوب بأنكم أنتم جئتوا لنصرة الإسلام، ولكن بالنهاية تبين زيفكم، أنتم تريدون أن تمططوا المسلمون للوصول إلى أحلامكم بتأسيس إمبراطورية فارسية على حساب الشعوب العربية والشعوب المسلمة. ضمن السياسة الدولية كيف تصنف هذه التصريحات، تصريحات خامنئي ضد المتظاهرين في العراق ولبنان؟ هنا الشيء يعني عجيب، ولا ربما نقول لا شيء معقول، هناك سكوت عالمي عن يعني ما يحدث من مذابح في الشعب العراقي، لم نرى هناك
انتقاد صريح وقوي من الولايات المتحدة ولا من الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، وليس هناك أي تعاطف مع هذا الأمر. ربما أنا أعللها لنتيجة التوافق الذي موجود ما بين إيران والولايات المتحدة والصراع ما بينهما، بحيث جعلوا من العراق ساحة صراع ما بينهما، ولربما الولايات المتحدة هي مرتاحة لهذا الذبح وهذا القتل الذي يحدث في العراق كون أنها تقض مضاجع إيران. الشعب العراقي في غنى عن الصراع الأمريكي والإيراني وفي غنى عن مصالح الآخرين، يريد الحرية لشعبه، يريد الاستقرار لبلده والاستقلالية لبلده. لذلك نحن يعني لا يهمنا هذه الصراعات، ولكن على المجتمع الدولي بمؤسسات الإنسانية، بالمؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان، بالمنظمات الحقوقية، أن تقول قولتها صريحة: نحن نتعرض إلى مجزرة من قبل هذا النظام. نعم. ليس الآن، إنما هي مستمرة منذ 2003 ولحد الآن، من خلال حروب طائفية، من خلال حروب في دول الجوار في سوريا وغيرها، وجعل يعني العراق في أسفل القوائم العالمية في كل شيء. نعم. وانهيار بالاقتصاد، انهيار بالتعليم، إلى متى يبقى هكذا الشعب العراقي؟ نعم. مشاهدينا، المتظاهرون يواصلون تمركزهم في بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير ببغداد، على الرغم من محاولات القوات الحكومية السيطرة على هذا المبنى، فيما يؤكد متظاهرون أن هناك مخاوف من اعتلاء القناصة إلى البناية واستهدافهم للمتظاهرين. المكان عمارة شاهقة في قلب بغداد، تطل على المنطقة الخضراء وعلى النهر بضفتيه. الزمان تشرين الأول 2019، حيث يلتهب الهواء بزفير المنتفضين والغاز المسيل للدموع. المطعم التركي في ساحة التحرير ببغداد الشاهد الطويل على الانتفاضة وقلعة صمود المتظاهرين، أصبح حديث الساعة وهدف القوات الحكومية بعد عجزها عن السيطرة عليه طوال الأيام الماضية. أهمية المكان بنظر المتظاهرين تتمثل بتأمين مدخل جسر الجمهورية من اقتحام مفاجئ للقوات الحكومية. تحصل المتظاهرون في البناية خلال موجتي انتفاضة تشرين، وأصروا على التمسك بها خوفا من تكرار سيناريو عام 2011، عندما استخدمت القوات الحكومية والمسؤولين المبنى للإطلال على ساحة التحرير، كما أن هناك خشية من اعتلاء القناصة للمكان وشروعهم باستهداف المتظاهرين. المتحصنون في المبنى يؤمنون من خلفهم، مع وجود بعض الشباب وسائقي عربات التوك توك الذين يتلخص دورهم بالمناورة ومنع أي محاولة تقدم لقوات مكافحة الشغب. إلى الوراء قليلا يتجمع في نفق ساحة التحرير مجموعة من المتظاهرين، مهمتهم معالجة قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما تتمركز الفرق الطبية في شارع السعدون وتتوزع إمدادات المتظاهرين من المواد الغذائية وغيرها في ساحة الأمة وجراج باب الشرقي الذي أصبح مصلا للمتظاهرين. مشهد بانورامي يخطه شباب العراق اليوم في قلب بغداد، ليظهروا للعالم ويسمعونه صورة حية لشعب كان يظن البعض أنه يحتضر، فإذا به ينهض من جديد. يقول التاريخ إن الشعوب تمرض لكنها لا تموت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب مرة أخرى بضيفي داخل الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري. بداية، يعني تصريحات خامنئي، ألا تعتبرها الحكومة أو ما تسمي بنفسها حكومة في بغداد بأنها تدخلا سافرا بالشأن العراقي؟ لماذا لم ترد عليها؟ والله أجاوبك بلهجة أهلنا، يدولة من عظام الرقبة، يعني من أهل البيت، يعني هم هؤلاء هم يدينون بالولاء والعمالة لهذا الرجل ولنظامه، فلا يعني يقابلون تصريحاته بأنها تدخل. كانت هناك تصريحات ما هي أعلى، يعني ألعن من هذه التصريحات وأكثر قوة. خرج قبل فترة أحد قادتهم يقول نسيطر الآن على 4 عواصم،
وتصريحات بالتلميح وبالتصريح تدلل على سيطرة إيران على العراق، ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل من أي مسؤول حكومي لا كبير ولا صغير. نعم. هذا يدلل على أن البلد فعلا هو حقيقة أمره مرتهن يعني النظام الإيراني وهي من تتحكم به. أنت استغربت من الموقف الدولي والسكوت الدولي، لكن المثير للغرابة ألم يقل ترامب عندما أتى إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيقلم من أظافر إيران في المنطقة؟ ألا تعتقد أن الشعبين العراقي واللبناني قدما له هذه الفرصة على طبق من ذهب؟ لماذا يتركهم وحدهم؟ ولربما إذا استطاع الشعبان أن يصل إلى أهدافهما، وهذا ما نؤمن به إن شاء الله، ربما سيعزي الفضل لنفسه. ترامب لا يقل سوءا عن إيران ولا يقل سوءا ليس على العراقيين فقط إنما على كل شعوب العالم. هذا التصريحات ترامب يعني منذ أن جاء لسدة الرئاسة ولحد الآن لم نرى فيها منها شيء على أرض الواقع. لم يحارب ميليشيا، يعني هل اكتفى بأنه يصدر عقوبات على قائد ميليشيا أو على ميليشيا معينة يجمد أرصدتها في الولايات المتحدة؟ وهل هي لديها أرصدة في الولايات المتحدة؟ يعني هذا يعني ذر الرماد في العيون. ليس هناك فعلا إجراءات أمريكية حقيقية ضد أذناب إيران في المنطقة، ولربما هو يعني يستخدم النفوذ الإيراني المتواجد في المنطقة لزيادة يعني وارداته من الدولارات من بعض الدول العربية. هو يجعل من إيران وأذنابها بعبع لهذه الدول لكي يستطيع أن يأخذ جزية ويأخذ أموال منها. لذلك هو يعني ليس من مصلحته أن يسقط النظام الإيراني، وقد قالها بصراحة، قال نحن نريد أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات ولا نريد إسقاط نظامها. وأنا أتوقع لربما إذا إيران الآن إذا وافقت على شروط ترامب وجاءت إلى طاولة التفاوض، لربما الآن ترامب يخرج على الملأ ويشيطن التظاهرات العراقية ويشيطن التظاهرات اللبنانية. لماذا؟ لأنه قبض الثمن. لذلك يعني لا نعول لا على الولايات المتحدة، لكن نعول على الضمير الإنساني، ضمير الإنساني للمجتمع الدولي. هنا السؤال الآخر، لماذا يترك العراق دائما وحده منذ عام 2003 حتى اللحظة؟ في عام 2003 لم يكن هناك تفويض من الأمم المتحدة لضرب العراق وضرب، واليوم العراق يواجه الشعب العراقي يواجه آلة القتل بصدور عارية ويقتل بطرق وحشية، ولا نجد هنالك وقفة واحدة من قبل المجتمع الدولي. يعني كلامك حقيقة يثير الشجون، هذا واقع حال. العراقيين دائما يبقون وحيدون، يعني لا المجتمع الدولي وقف معهم ولا حتى الدول العربية، بل من الدول العربية من ساهم في حرب العراق ويعني إيصاله إلى هذه الحالة المزرية. ولكن أنا يعني قلتها في السابق وما زلت أقولها ومؤمن بها، بأن يا شعبنا العراقي لا تركنوا على أحد، اركنوا على قواكم الذاتية بعد أن تركنوا على الله، لأن لا مطمع بأن هناك يكون يعني مساندة ممكنة من الخارج. لكن أنا أقول ربما الشعب العراقي يستطيع أن يلعبها بشكل صحيح، ذلك أن بعد أن يرتكن إلى الله ثم إلى جهوده الذاتية يلعب على لغة المصالح. كل الدول العالم تتحرك بالمصالح، وعندما يثبت الشعب العراقي، يثبت لدول العالم الفاعلة بأن مصلحتها تكمن مع الشعب العراقي وليس مع النظام الآن المنصب من قبل ملال إيران، وقتما نجح في إيصال هذه الفكرة للدول الفاعلة بالعالم ستجد الدول تأتي صاغرة لتقديم المساعدة للشعب العراقي. طيب. هذا هو يعني مفتاح السر في العلاقة الدولية. فلنفترض أن الانتفاضة الشعبية العراقية نجحت وسقط النظام وأتى الشعب العراقي ليحكم نفسه، كيف تتوقع أنه سيقدر من الإمساك بكل من سرق المال العام وإعادته إلى العراق مرة أخرى في ظل تقاعس المجتمع الدولي على التعامل معه؟ يعني هذا أمر ربما فيه إجراءات تفصيلية، لربما إذا دخلنا فيها تفاصيل كثيرة، لكن يعني ممكن يعني ألخص هذا الأمر بشيء بسيط. أخي الكريم، لو استطاع الشعب العراقي انتزاع حريته وانتزاع يعني كرامته وإعادة رسم يعني عملية سياسية
تمثله هو شعبه، فكل سارق وكل قاتل هرب إلى بلد ما تستطيع الحكومة العراقية الجديدة ذات العمق العرب العمق العراقي تستطيع أن تساوم تلك الدولة في مصالحها مع العراق. لن تكون لك مصالح في العراق إذا لم تسلمي المجرمين الموجودين في 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 بلدك. هذا بهكذا طريقة وبالطرق الدبلوماسية نستطيع أن نجمع كل هؤلاء السراق وكل هؤلاء القتلة. اليوم يتوقع أن تقدم البعثة الدولية التابعة إلى الأمم المتحدة في العراق تقريرها إلى مجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة، ويكون تقريرا مفصلا عن الانتهاكات التي حصلت ضد المتظاهرين في انتفاضة تشرين. هل تتوقع أن تكون هنالك أي تحرك دولي اتجاه المتظاهرين أو اتجاه الشعب العراقي؟ يعني بدءا نحن نطمح أن يكون التقرير فعلا تقرير منصف، يعني هذا ما يعني نرجوه، يعني أن يكون تقرير منصف، لأن التقرير الذي سبق صحيح أنه قال أن هناك انتهاك لحقوق الإنسان بحق المتظاهرين، ولكن مدح العملية السياسية وقال أن الإنجازات التي قام بها الشعب العراقي وتقصد النظام من ديمقراطية وحرية تعبير يجب أن لا تتعرض إلى هذا الأذى من خلال هذه الانتهاكات، وهذا كلام مردود عليها يعني هذه الممثلة. لكن نرجو أن يكون تقريرها هذه المرة تقريرا منصفا تبين فيه جرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي، ثم إذا وصل هذا التقرير إلى الممثلين الدائمين لدول مجلس الأمن أن ينظروا أيضا يعني نظرة أخرى للشعب العراقي. أنا فقط أريد أن أقول لماذا تلك الدول لا تنظر بأن هناك ممكن أن يكون تهديد فعلي على دولهم. العراق إذا بقي تحت هذا النظام سيكون مصدر للإرهاب، يعني كما يعني هذا في ظل هذا النظام ظهرت داعش بأقوى قوتها في العراق، وظهرت يعني من قبلها القاعدة بأقوى قوتها في ظل هذا النظام، كله بسبب هذه الممارسات الطائفية التي حدثت في العراق. لذلك من مصلحة هذه الدول الكبرى لكي تتقي شر هؤلاء الإرهابيين أن لا تجعل هناك بؤرة للإرهاب، وهذا النظام العراقي الحالي هو بؤرة للإرهاب، ويجب تغييره إلى نظام مدني يحكم الشعب بنفسه. اليوم بذكر الممثلة الأممية في العراق جينان هنس بلاسخارت زارت ساحة التحرير، وفي حسب البيان أنها للتفاوض مع المتظاهرين. هل تتوقع أنها محاولة صادقة من البعثة لمسك زمام الأمور من على أرض الواقع، أم أنها لتسجيل الحضور فقط؟ يعني ربما يكون الرأي الثاني هو أقرب إلى الواقع، تسجيل حضور بأن الأمم المتحدة ليست بعيدة عن ما يحدث في العراق، ومع ذلك نحن نتماشى مع هذا الأمر. لو كانت هي حقيقة تريد أن ترى من يقود المتظاهرين وتريد أن تتفاوض معهم فهي لن تضل طريقها، ويمكن أن تصل إلى هؤلاء من يقود المتظاهرين. أما أن تأتي بشكل عام وتلتقي بأي شخص هذا يعني معناها خطوة غير جادة. لو أعلنت الأمم المتحدة وممثلي الأمم المتحدة بأنهم فعلا يريدون أن يتفاوضون عن ممثلين عن الشعب سيخرجون لهم هؤلاء المفاوضين، وأنا ذكرتها في إحدى مقالاتي. لو كانت الأمم المتحدة جادة تفتح مقراتها الموجودة في بغداد وتحت باعتبار أنها مثل السفارة تحت الحماية الدولية يأتيها قادة التظاهرات ويتفاوضون مع الدول المعنية وليس مع النظام العراقي لتسليم النظام، يعني تسليم السلطة للشعب. بالنسبة إلى الكتل السياسية والأحزاب التي قدمت إلى العراق بعد عام 2003 والكل يعلم حجم المنافع التي تحصلوا عليها نتيجة هذه السياسة التي انتهجوها في العراق، هل سيسلمون هذه المنافع وهذا البئر أو المنجم الذي يدر عليهم ذهبا بطرق سهلة؟ نعم، أنا لا أقول أنهم سيسلمون كل شيء ويتركونه، بل هم سيبقون إلى آخر لحظة، لكن حينما يتيقن لهم بأن النظام ساقط سوف ينجون بأنفسهم. وأنا يعني أناشد هؤلاء، يعني سواء كانوا من الأحزاب التي استفادت وسواء من الميليشيات التي بطشت بالشعب العراقي، أنا أقول لهم لنتحاور بشكل عقلاني. أنتم يعني سرقتم ما سرقتم وتنعمتم بالشكل الذي يعجبكم، وبعضكم تشفى وفش غليلة على قولتنا بدماء العراقيين، يكفي الآن.
من يريد من عندكم أن يعلن توبته ويحاول أن يصفي يعني ما ارتكبه بحق العراقيين ليعلنها بشكل صريح ويوثق هذا الإعلان أمام الناس ويقول لهم إني بريء من هذا النظام وأنا في صف الشعب، سيجد ربما يعني الشعب العراقي يسامح مثل هكذا ناس. أما من يصر لآخر لحظة وحتى سقوط النظام على البقاء في كفة النظام وفي كفة الميليشيات فلا يلومن الشعب إذا فعل به الأفاعيل، وسيكونون محاسبين أمام الشعب ويحاسبهم بكل قوة وبكل قسوة. طيب اليوم يعني ما الذي تبقى لدى الحكومة أو لدى ما تسمي نفسها بحكومة أو العملية السياسية؟ يعني هل سترفع الراية البيضاء بوجه المتظاهرين العراقيين أم أنها ستختار الخيار الأمني الدموي؟ نحن نتوقع، يعني أنت تسألني بها بمعنى أنه ما هو مستقبل هذه العملية. المستقبل الآن بمجيء مقدس الصدر من إيران ويحمل خارطة الطريق التي رسموها له والتقائه بهادي العامري، هم الآن بدأوا يعترفون بأن العملية السياسية وصلت إيران مرحلة الفشل، والحزم الإصلاحية كما يسموها والامتيازات التي ألغوها عن بعض المناصب ثبت لهم بأنها لا جدوى لها مع الشعب العراقي. هم الآن مقرين بأن العملية السياسية إلى زوال. ربما هذه المحاولة الأخيرة بتشكيل حكومة كرتونية أخرى لربما يعتقدون أنها ستنقص. رفضها الشعب العراقي اليوم، ورفضها بشكل بيانات. الآن المرحلة القادمة أن يستلم المقاليد الحكم سياسيا وأمنيا الحشد الشعبي. لربما في الأيام المقبلة نشهد يعني سيطرة الحشد الشعبي على مفاصل الدولة بشكل كامل، وهو من يتحكم بالقرار السياسي والعسكري، ولربما سيقود يعني معركة دموية أمام الشعب العراقي. لذلك نحذر جماهيرنا من مثل هكذا خطوة، هي خطوة يائسة وهي كأنها انتحار لهذا النظام، لكن من خلال عملية انتحاره لربما يحصد أرواح عزيزة من شعبنا العراقي. لذلك يجب أن يكونوا حذرين من هؤلاء الميليشياويين. يعني هذا هو السؤال المهم في هذه النقطة، كيف يسلم بلد كامل ومقاليد هذا البلد ورقاب الناس إلى شخوص أو يعني إلى ميليشيات تتعامل بطريقة الثأر مع الشعب العراقي، تتعامل مع الشعب كأنه عدو. نعم أخي الكريم، هذا ما جنيناه من الاحتلال الإيراني، وهذا ما جنيناه بتسليم أمريكا العراق لإيران، وهذا ما جنيناه من النفوذ الإيراني بجعل العراق يعني مليء بالميليشيات وتحمل السلاح وتتغول في كل مفاصل الدولة وتسلب يعني حقوق مواطنيه. لذلك هذه النتائج الموجودة الآن، الشعب العراقي أشبه ب يعني شعب أسير أمام آلة عسكرية طائفية لا تفكر إلا بدافع الانتقام، لا تفكر إلا بكيف يعني تكسب المغانم وتسرق الشعب العراقي، وبالتالي نحن يعني الشعب العراقي في محنة. أنا يعني أخشى أنه إذا وصل الأمر إلى مرحلة الانقلاب الميليشياوي على الدولة واستيلائه بشكل صريح وعلني، الآن هو مسيطر لكن بشكل مبطن، الآن إذا أصبح الأمر بشكل علني مسيطرين على الدولة، أخشى أنه الأمر ندخل في نفق آخر، لأن الشعب العراقي سوف لن يسكت ولن يبقى أمام الميليشيات عاري الصدر، سوف يحمل السلاح أيضا هو. لذلك نحن نخشى من هذا الأمر ولا نريد أن تتطور إلى المستوى على سلمية التظاهرات، وما زالوا إلى الآن يحملون الورود الأعلام العراقية بيديهم وعارين الصدر لا يحملون أي سلاح، وشددوا دائما على أن هذه التظاهرات سلمية وهي ما أسست لعاطفة كبيرة ول يعني قواعد شعبية كبيرة لدى الشعب العراقي. هل تتوقعون أن المستقبل لها أن تبقى على هذا السلمية أم لا؟ أنا فقط أريد أن أذكر بمثل عربي قديم يقول احذر غضة الحليم. ما زال الشعب العراقي حليم وما زال يتعامل بشكل حضاري وما زال يحافظ على سلميته وما زال يريد أن يحدث التغيير بشكل سلس وبدون إراقة دماء، ولكن إذا وصل الأمر بأن يعني يظل التقتيل في شبابه ويظل التقتيل في وانتهاك كرامة نساءه وهذا المسلسل يستمر وينقلب النظام بدلا أن يستلم السلطة الشعب تستلمها الميليشيات، فأنا أقول احذروا غضبة الحليم.
لربما ينقلب عليكم الشعب العراقي كوحش كاسر يكنس كل هذه الميليشيات وكل هذه الأحزاب، وحين ذاك لا توجد رحمة. لا أعتقد أن الشعب العراقي سيرحم من يسفك دماءه بدم بارد، سيعني يكنس كل هؤلاء. انتفاضة تشرين بمرحلتها الثانية يوم 25 تشرين خرجت في بادئ الأمر بساحة التحرير وبعض سوح المحافظات العراقية الأخرى، اليوم انتشرت إلى الكثير من المناطق والكثير من المحافظات، اليوم خرج فيها المثقفون، خرج الأساتذة والطلاب والموظفون، خرجت فيها نقابات العمال ونقابات المعلمين والمحامين ونقابات فلاحي العراق، خرج موظفو وزارة النفط أيضا. لم يتبقى شيء في العراق لم يخرج إلا في هذه الانتفاضة. نعم، أنا أقول لك كل شرائح المجتمع خرجت، بل أقصى يعني في الموصل خرجت اليوم تظاهرات، يعني هذا الموصل التي هدمتها الميليشيات وهدمت بيوتها على رؤوس أصحابها، مع ذلك خرجوا للتظاهر ورغم جراحهم خرجوا للتظاهر في كل المحافظات سواء في الشمال والوسط والجنوب، يعني هذا يدلل على هناك وحدة عراقية، هناك وحدة جغرافية. كل الدعاوي التي كانت تريد أن تمزق العراق جغرافيا، تمزق طائفيا، تمزق قوميا، ثبت زيفها. حتى في كردستان هناك تعاطف كبير من شعبنا الكردي لما يحدث هنا، وأنا أدعو حتى الشعب الكردي، هؤلاء الأحزاب الذين جاءوا باسمكم وعلى أساس أنهم يمثلون الكرد، هم لا يمثلوكم، هم جزء من هذه العملية السياسية وهم جزء من هذا الفساد، ويجب أن يكون للكرد كلامهم الحق ليقولوا، ويجب أن يتخلصوا من يعني طغمة الفساد التي يعني مسيطرة على بلدهم. لذلك هذه الوحدة، نحن نشهد وحدة عراقية ربما ستكون مثال رائع لبقية الشعوب، مثال رائع بأن هذا السلاح الذي تستخدمه دول الغرب لتمزيق شعوبنا بدأ لا يجدي نفعا. الشعوب بدأت تتوحد والشعوب يعني تسامت عن موضوع الطائفية. بذكر الوحدة، في القريب كان العالم يتكلم عن تفتت أواصر الشعب العراقي وأن الشعب أصبح منقسم، اليوم انتفاضة تشرين أثبتت أن الشعب العراقي متوحد بكافة طوائفه، هل المشروع الإيراني في تقسيم أواصر ولحمة الشعب العراقي انقضى عليها؟ أخي، ما يحدث في العراق هو إعلان بملء الصوت بأن المشروع الفارسي فشل فشلا تاما، بأنهم لم يستطيعوا أن يمزق هذا الشعب بين سني وشيعي، ولم يستطيعوا أن يمزقوا بين كردي وعربي، ولم يستطيعوا يعني يخدروا شبابه بالمخدرات، ولم يستطيعوا أن يجهلوا هذا الشعب بتردي التعليم. كل هذه الوسائل التي استخدموها بالرغم من أذيتها وصعوبتها وخطورتها على مجتمعنا، إلا أن المجتمع العراقي ظل متماسكا، والدليل ما حدث في ثورة تشرين. هذه الثورة، هذه الانتفاضة أثبتت للجميع بأن الشعب العراقي شعب واحد. الأهازيج التي تخرج، انظر إلى الأهازيج كلها من الأناشيد الثورية التي كانت تستخدم في الحرب العراقية الإيرانية، ماذا يدلل على هذا؟ يدلل على أن الشعب العراقي يعرف عدوه. الآن النظام الإيراني هو عدو الشعب العراقي رقم واحد، هو السوء والدمار الذي يحدث في العراق. أصبح هناك وعي عند الشعب العراقي بأن المسبب الأساسي هو إيران ومن يتبعها في العراق، في السلطة في العراق. طيب، لذلك الشعارات موجهة ضد هؤلاء. نعم، مشاهدينا الكرام، أشكر ضيفي داخل الأستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك أستاذ نظير. شكرا لكم لحسن المتابعة مشاهدينا الكرام. الشعب العراقي ما زال يكتب كلماته ويقول كلمته الفصل فيما يخص حياته ومقدرات بلده. نلتقيكم على خير بإذن الله، إلى اللقاء.